والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. نعم، تنضم إلينا فيها ميرنا إيهاب. عليك ميرنا. شكرا لكم رجائي ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. اجتمعت لجنة التسعيرة التلقائية للمنتجات البترولية لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعيرة التلقائي. وأعلنت اللجنة أنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر. كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر للبنزين 80 و 10.25 جنيه للتر للبنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن. وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخربشة ووزير النفط العراقية حيان عبد الغني مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10,000 برميل. وقال وزير الطاقة الأردني أن هذه الكمية تشكل حوالي 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، مشيدا بعلاقات التعاون القائم مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة وأهمية المضي قدما في استكمال تنفيذ مشاريع التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. في أسواق البترول العالمية وصلت أسعار النفط تراجعها مع تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي وارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة. هذا وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.2% إلى 72.83 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 68.88 دولارا. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.19 دولار للتر. وكذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.5% لتسجل 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص 10 ملايين يورو لتونس، منها 6.5 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية. وأكدت الحكومة الإيطالية أن أمر التخصيص جاء من جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني كمتابعة ملموسة للاجتماع الذي جرى الشهر الماضي مع نظيره التونسي نبيل عمار. ونوهت مذكرة وزارة الخارجية بأن تاياني وضع مسألة التعاون في مجال الهجرة مع تونس كأولوية منذ نشأة الحكومة الحالية. أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن هدف بلاده هو تعزيز حجم التجارة الثنائية مع طاجيكستان والبحث عن الفرص الاقتصادية المشتركة. وشدد رئيس كازاخستان على أن الهدف الأول لبلاده هو تعزيز التجارة والتفاعل الاقتصادي، مشيرا إلى أن التجارة الثنائية بلغت العام الماضي 1.4 مليار دولار، وأضاف أنه تم الاتفاق على اتخاذ خطوات إضافية لزيادة تعزيز التجارة المتبادلة إلى ما لا يقل عن ملياري دولار. أشارت وزارة الخارجية اليابانية إلى أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اتفق مع الرئيس الكيني ويليام روتو على تعزيز تعاون بلدهم في المجالات المتعلقة بإزالة الكربون وتطوير البنية التحتية وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء الياباني ورئيس الكيني ضرورة تمكين التنمية المالية العادلة والشفافة للتخفيف من مشاكل الديون في كينيا.
انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى رجائي ودينا. شكرا ميرنا.